بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم بالدرس الخامس من دروس تصميم وبرمجة مواقع الإنترنت المقدمة من قبل فريق أسوس. نحن بالدروس السابقة أغلب التعليمات اللي استعرضناها هي تعليمات لغة HTML، تعليمات كانت بسيطة سهلة. استعرضنا كل تعليمة لحالها، يعني لحتى نحن نقدر نساوي موقع لازم نعمل طبخة من هالتعليمات هاي لحتى تمكننا من استخدام الموقع بشكل من إنشاء موقع بشكل جميل للمستخدم لحتى يقدر يستهلك هذا الموقع، بالتالي يستفيد منه سواء كان مشاركة أو إلى آخره. الفكرة، نحن بالدرس السابق حكينا عن إن كان الجدول من جهة، وحكينا عن الانبوت، التاج اللي اسمه انبوت. خلونا نستعرض هيك لمحة سريعة عن الشيء اللي أخذناه المرة السابقة. تعالوا نشوف مثلا، بالعادة نحن كنا نبلش صفحة ال HTML تبعنا بتاج HTML، بعدين عنا الهيد، بعدين عنا التايتل. اوكي، بنحط مثلا صفحتي الرئيسية. ها، لاحظوا هون المشكلة عندنا انه وقت انشأت صفحة انا كالعادة، كيف انه من انشأ نحن بنساوي ملف بتكون لحقته تي اكس تي، بنغيرها بنساوي اتش تي ام ال، بفتحه بالنوت باد، فالكتابة العربية بيطلع لي اياها اشارات تعجب. طيب انا حقلب من بالنوت باد هذا الحكي، انكودينج، نختار الانكودينج يو تي اف 8، وحنقول انه مثلا هي فورم تسجيل. اذا اعطينا الصفحه عنوان اسمه فورم تسجيل، بنسكر الهيد هلا، نفتح بادي وبنسكر البادي وبنسكر ال HTML. طيب هلا اذا عملنا ريفرش للصفحه بيطلع لنا كلمة فورم تسجيل. طبعا في عنا مشكلة انه نحن هون ما سكرنا التايتل، فطلع عنا كلمة فورم تسجيل. طيب تعالوا نحط كتابة عربية، نجي بنعمل ريفرش، لاحظوا الكتابة العربية بتطلع. سبب انه الكروم بيحل المشكلة، مشكلة الانكودينج لحاله. شو يعني انكودينج؟ يعني ترميز. حكينا عنها بعتقد بأحد الدروس السابقة، إنه نحن وقت بنكتب باللغة العربية ممكن يطلع عنا كاركترز. شو يعني كاركترز؟ يعني محارف غير مقروءة. الحل لهذا الشيء إني أنا دائما استخدم تعليمة بقلب الهيد اسمها ميتا، أو تاج اسمه ميتا، قل له التشار سيت عندي هون، التشار سيت يعني الترميز اللي عم بستخدمه انا هو نوعه يو تي اف 8. شو هذا اليو تي اف 8؟ هذا الترميز عالمي لكل المحارف، كل لغة لها ترميزها الخاص. يعني مثلا العربي لها ترميز اسمه ويندوز 1256، الانجليزي ترميزه ما يعني هو بابليك، يعني اي موقع او اي متصفح حتى لو ما ذكرت الترميز بياخده. التركي له ترميز، الالماني له ترميز. طيب انا، طيب بركي موقعي متعدد اللغات، تمام، بريح راسي وبختار بكتب هالتعليمة هي. هالتعليمة هي يعني انت شو ما كان موجود بموقعك فهذا ترميز يونيفرسال. اليو جاي من كلمة يونيفرسال، انه ترميز عالمي، شو ما كتبت بصفحتك حيطلع مقروء، حيطلع كتابته بشكل صحيح. بكل الاحوال نحن اليوم حنعمل صفحة باللغة العربية، فورم تسجيل، الاسم، الكنية، البريد الالكتروني وهكذا. فبنجي بنقول له تيبل. التيبل هو تاج كانت شغلته انه جدول مثل ما شفنا بالدرس السابق، بفتح سطر، بفتح عمود وبسميه الاسم الاول او الاسم الكامل مشان نريح راسنا. تمام، نسكر تي دي، نفتح تي دي جديدة. شو هي التي دي؟ هي الخلية، تمام، العمود يعني. إذا العمود الأول في كلمة، هذا هو السطر الأول. بالعمود الأول في كلمة الاسم الكامل، بالعمود الثاني في تاج اسمه input type text
يعني تكست بوكس، يعني صندوق نصي بقدر اكتب قلبه نص، اعطيه اسم نيم، اسمه مثلا فول نيم. انا كل انبوت لازم اعطيه نيم، تمام؟ حنشوفها هي ليش بالبي اتش بي ان شاء الله بالدرس المقبل، حنبلش بالبي اتش بي. سكر التي دي ومسكر التي ار. اذا تعالوا نشوف مبدئيا شو صار عنا. صار عنا الاسم الكامل وقدامه تكست بوكس. طيب انا مبدئيا بدي اياه يطلع بالنص، فبقول انه حاعطيه سيمه للتيبل اسمها ويد العرض، حاعطيه مثلا انه هو عرضه 500 بكسل، والالاينمنت الالاين اذا بنتذكرها سوا سنتر. بالمناسبة نحن ما في داعي نحفظ التعليمات على التكرار، إذا ملاحظين نحن عم تتكرر معنا كثير شغلات عاملينها من قبل أو واخدينها من قبل، فبالتالي ما في نحفظ تعليمات. لاحظوا إنه التيبل صار بالنص، خلونا نعطيه مبدئيا بوردر حتى لو كان بشع هذا البوردر واحد، تمام؟ شايفين كثير بشع البوردر، البوردر هو الحدود، يعني حدود الجدول، أنا بدي إياه مع حدود أو لا، فأنا أعطيته السمك تبعه واحد. بس لاحظوا انه الاسم الكامل طالعة هيك على اليسار، يعني كأنه موقع انجليزي مترجم بشكل خاطئ، لذلك لا لازم يطلع هون الاسم الكامل وهون شو الانبوت اللي بدي اكتب فيه. في عالم شو بيكتبوا، بيخلوا الخلية الاولى الانبوت والخلية الثانية التكست بوكس، بس هذا الشيء خاطئ. في عندنا شغلة اسمها داير، يمكن هي اول مرة بقولها كلمة داير، اختصار دايركشن. يعني انت طبعا بالانجليزي الكتابة من اليسار لليمين، left to right. بالعربي الكتابة من اليمين لليسار، يعني right to left. لذلك الدير direction الاتجاه تبع هذا التابل هو RTL. شو يعني RTL؟ right to left. اذا بسيبها شوف شلون بيقلب الجدول مثل ما كنا شايفين، قلب الجدول، فبالتالي الاسم الكامل والكنية. هلا انا انا عن حالي كثير بحب النسخ واللصق، وانت حتصير تحبه ان شاء الله. الاسم الكامل نسميها هي مثلا البريد الالكتروني، ونعطيه الاسم هون بس نغيره نساوي ايميل. هون نسميها بدل الاسم الكامل نكتب اسم المستخدم، نعطيها هون الاسم انه هو يوزر نيم، هون كلمة المرور او كلمة السر، هذا على اساس انه زلمة فايت على موقعنا وعم يسجل، عم يعمل ريجيستر. انت كيف وقت اول مرة بتفوت على فيسبوك بدك تعمل تسجيل حساب جديد، فبيطلب منك كل هالمعلومات، تحط كلمة المرور، الاسم باسورد. طبعا في شغلة انه انا وقت اكتب كلمة المرور عم تطلع لي هون، بالعادة هي شو بتطلع؟ دعابيل، حكينا عنها الدرس السابق، لذلك بختار تايب هون باس وورد مثل ما كنتم شايفين. فإذا عملت ريفرش هلا شايفين كلمة المرور صارت تطلع لي الحقل على شكل دعابيل. هلا خلونا نختار الجنس، الجنس غالبا ما بخلي اليوزر يكتبه وإنما بيختاروا اختيار. أول شيء بنقول input type، التايب تبعنا radio مثل ما قلنا بالدرس السابق، نعطيه name اسمه gender، ونقول له ال value تبعه شو مثلا male، إنه هاد شو عبارة عن ذكر، تمام؟ بعدين input type، طبعا كان لازم نعمل لصق لصق بس عم نرجع نكتبها. name نعطيه كمان نفس الاسم gender، بس ال value هالمرة هي شو female، ونقول له أنثى، تمام؟ هلا إذا عملنا save وحدثنا يا ذكر يا أنثى، تمام؟ طيب آخر شيء عنا هذا الزر تبع انه انا موافق على جميع البنود الاتفاقية وكذا مدري شو، فبنقول تي دي تي دي. بالعادة بتحط صح، انت مربع بتحط فيه صح، فهذا المربع
هو input، لاحظوا انه التاج واحد مثل ما لكم شايفين، بس شو بس التايب عم يختلف. هون التايب كان تكست، هون صار باسورد، هون التايب راديو، هون التايب هو تشيك بوكس، يعني زر تحقق او هيك شيء. النيم مثلا اجري انه هو موافق. هذا الاسم على كيفك تختاره، الاسم يا جماعه بنختاره على كيفنا، هذا اوبشنال اختياري انت. المهم تحفظ شو سميته مشان تستخدمه بالبي اتش بي، تستقبله لهذا المتحول. حنشوف كيف الدروس السابقه. نقول له موافق على جميع الشروط، شروط التسجيل اللي نحن بالعاده ما بنقراها. لاحظوا انه في شغله عندنا هون انه موافق على جميع الشروط، انا بدي اياها تطلع بكل هالخليه، يعني ما بدي اياها تطلع هالخليه منظرها بيأسي، لذلك هي بنسميها ميرج بالوورد او بالاكسل، دمج، دمج خليتين، انا بدمج هدول الخليتين. في عنا هيك شيء بالاكسل وبالوورد بنستخدمه كثير. هون شلون بعمل ميرج؟ قال بيجي على التي دي هي، بقول له كل كل سبان. شو هي كول سبان؟ بقول له اثنين، انه انا بدي ادمج كلمة كول سبان، يعني مثل تجاهل، بس الفعل الحقيقي لانه هي بتدمج خليتين سوا. تمام؟ حنشوف كيف. شايفين كيف عملت لي دمج للخليتين، صار هيك المنظر ارقى بليرة. وهلا اخر شيء في عنا تي ار تي دي، كمان حنعمل له كول سبان، بقول له اثنين، هنعمل زر input type. هون button انه هذا زر، ال type تبعه button يعني كلمة زر. ال value تسجيل حساب جديد، هنعمل refresh فبيطلع عنا زر. بدي اياه يطلع على اليسار مثلا، فبقول لها لهي تي دي انه هذا ال align تبعه ليفت. شايفين كيف صار يطلع على اليسار؟ لاحظوا انه بصراحه هذا الجدول هو يعني بذكرنا بمواقع التسعينات او بمواقع السيئه جدا، يعني تصميم سيء جدا لهذا الجدول. لذلك نحن لحتى نحسنه ال HTML ما بيطلع بايده اكثر من هيك، قد ما شقت حالها ما بيطلع بايده احلى من هيك. بدنا نستخدم شيء اسمه CSS. CSS هي اختصار لكلمة Cascading Style Sheets. Cascading Style Sheets يعني لغة نمط الأوراق المتتالية. ما بيهمنا شو يعني الاسم، اللي بيهمنا انه هي الـ CSS شغلتها تشتغلي على ستايل الصفحة، على اللوك، المنظر تبع الصفحة تبعي يكون جميل. طيب لاحظوا مثلا البوردر هون عندي سيء، انا بدي حسنه هذا البوردر، بدي اياه يكون هيك مثلا خط ازرق، خط مو هيك دفش، هذا هيك طالع موديل رسمي، بدي يكون خط واضح وبسيط وكذا. طيب نحن حنستخدم هلا، اذا حنبلش نستخدم تعليمات CSS. الموضوع كتير بسيط وسهل. قال حتى بلش استخدم CSS، المتعارف عليه او المصطلح عليه انه تعليمات CSS اكتبها بقلب الهيد. تمام؟ إذا كتبتها بقلب البادي بيمشي الحال؟ إيه طبعاً بيمشي الحال، وين ما بدك تكتبها اكتبها. حتى في شيء اسمه ستايل إن لاين، يعني إنه أنا بكتب الكود الستايل بقلب التاج نفسه. بس بشكل عام المصطلح أو المتعارف عليه إني أنا أكتبها بقلب الهيد. حنشوف بعدين المتعارف عليه أكثر إني أكتبها بملف لحاله وأعمل له ربط، بس هلا ما بدنا كثير نعجق حالنا، حنكتب تعليمات CSS. طيب التيبل هاد حأعطيه شيء اسمه ID. كلمة ID دائما هي كتير حتمرق معنا المصطلح هذا اللي هو ID، اختصار Identify أو Identification أو Identify، اللي هو في كل واحد بيقول شكل، لكن ال ID هو الـ باللغة العربية الفصحى المعرف. يعني مثلا بيقولوا لك وين ال ID تبعك أو البطاقة التعريفية تبعك. ف كل element من او كل tag او كل وسم من وسوم ال HTML انا بقدر اعطيه ID. هذا ال ID على كيفي، يعني بسميه مثلا registration او register
ريجستر فورم. تمام؟ إذا سميت الاسم على كيفي، أعطيته للتيبل كله اي دي اسمه ريجستر فورم. هذا الريجستر فورم بدي بلش اتحكم بالسي اس اس تبعه. شلون؟ قال بيجي بنسخ هذا، بفتح وسم اسمه ستايل وبسكره اسمه ستايل. لازم اول ما افتح شغله سكرها دغري مشان ما انسى سكرها. بجي بحط هاش اللي هي شيفت 3، هاش هي شيفت 3، وبحط ريجستر اي دي. ليش ريجستر فورم؟ لاني انا كتبت كلمه اي دي هون، فهذا الهاش دائما بكل لغات البرمجه بكلها على الاطلاق الهاش دائما يعني اي دي. تمام؟ طبعا جماعه السوشيال الفيسبوك تويتر الهاش عندهم يعني تاج او ما بعرف شو بسموه كانوا. ف بيقولوا لك انه حط لي هاش وكذا. فالهاش المقصود فيه هون او بسموه احيانا شار هو الشفت 3، هو المقصود فيه اي دي. ريجستر فورم بدي بلش اتحكم بالسي اس اس. لاحظوا انه انا فتحت له قوس وسكرته، شايفين نوع القوس؟ اذا هيك تعليم السي اس اس بتنكتب. هلا كل شيء تعليمات سي اس اس بكتبها انا لهلا ما كتبت سي اس اس، يعني لهلا لاحظوا الجدول مت على حاله ما كتبت سي اس اس. انا قلت له انه في عندي شغله الاي دي تبعها ريجستر فورم، هلا حاكتب له تعليمات. حنبلش بالتعليم الاولى اللي هي بوردر. بوردر يعني حدود. البوردر بياخد 3 قيم. أول قيمة شو نوع البوردر؟ أغلب الأنواع بنستخدمها سوليد يعني صلب سوليد. بعدين بياخد قديش تخنه، بعدين بياخد شو اللون تبعه مثلا بلو. تمام؟ إذا بحدد شو نوعه، بحدد تخنه، بحدد شو لونه. طيب إذا جيت كتبت هي هون بيمشي الحال؟ ايه بيمشي الحال. المهم تمرق له انت 3 شغلات، اللون، السمك، السمك تبع البوردر قديش سميك، وشو لونه وشو نوعه. تمام؟ خلينا نقيمها لهي الكلمة بوردر يساوي 1 معطينا اياها، لأنه نحن هلا شو عم نستخدم؟ سي اس اس. لاحظوا شو طلع؟ طلع بوردر خارجي. طيب أنا بدي بوردر بيناتهم. انت هلا وقت بدك تصير بوردر بيناتهم بدك تصير تتعامل مع التي دي. تمام؟ مع الخليه. طيب انا شلون بدي اتعامل مع، ان شاء الله كل وحده بدي اعطيها اي دي والا البوردر؟ لا. شوف قديش الموضوع بسيط. قال بيجي بكتب ريجستر فورم. تمام؟ بعدين بحط سبيس تي دي. شو بيفهم؟ انت لحالك حتعرفها دغري. انه كل شيء تي ديز، كل شيء خلايا موجودة بقلب الريجستر فورم طبق عليها هالحكي هاد. تمام؟ شوف كيف حيطلع موديله صعيب لساته بشع. الموضوع بده ياخذ شوية وقت لحتى يبلش يطلع منظره حلو. تمام؟ طيب نحن خلونا نحسن المنظر شوي. خلونا اللون هاد نعطيه مثلا سي سي سي، وهذا اللون سي سي سي. اوكي شايفين؟ خلونا نعطي طيب بدل سي 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 3 3 3 3 3 3. صار لون نوعا ما لون جميل. طيب لاحظوا انه الباك جراوند عندي لونه ابيض. طيب خلوني اعطيه لون احلى هيك مثل فضي، مثل لون خلفيه اليوتيوب او خلفيه الفيسبوك هيك بيعطوه فضي خفيف. ف شلون بعطيها؟ كنا من قبل مثلا ما قايل لكم هذا الحكي، هون نقول بي جي كلر ونحط اللون انه للبودي كلها بيصير في عندنا باك جراوند كلر. لا هلا صار بالسي اس اس بيجي بكتب بودي. اذا وقت بدي اتعامل مع تاج بكتب بس اسمه. وقت بدي اتعامل مع تيبل، يعني انا هلا اذا اجيت بدل ريجستر فورم كتبت تيبل بيمشي الحال؟ اي بيمشي الحال، بس شو بصير؟ كل شيء جداول عندي موجوده بالصفحه عم تاخذ هالتعليمات هي، لذلك لا بعطيه ريجستر. طيب البادي ليش ما بعطيه اي دي؟ بيمشي الحال مثلا هون اعطيه اي دي
بيمشي الحال. بس يا اخي انت كم بودي عندك بصفحة ال HTML؟ بودي واحد. اذا خلص بتكتب بودي بس، تمام. بتقول الباك جراوند اف واحد اف واحد اف واحد، انا هذا اللون كثير بحبه، كل مواقعي بسويها نفس الخلفية تقريبا. فلاحظوا انه الخلفية صارت فضي مثل ما انتم شايفين، مو فضي، ما بعرف شو بسموه، بس مو ابيض كمان يعني، لان ابيض كثير هيك جاف في الموضوع. طيب، في تعليمي انا من اول ما خلقت بهذا المجال لهلا مالي حافظة. شايفين هي هذا المنظر، انه في عنا ما عم يطلع خط عندي. فمشكلتي انا مشكلتي الشخصية اني ما بحفظ تعليمات. شو بساوي؟ هي اسمها سيل بادينج، يعني المسافة بين الخلايا. ماني حافظ التعليمة، ففوت مثلا على الانترنت بدور عليها، او فوت على مشاريع شاغلها من قبل وباخذ التعليمة. بالتالي لاحظوا انه ما في داعي تحفظ تعليمة، هدول هن لك ما احلاهم، تنسخهم تلصقهم هون بقلب التابل. فهمتوا شو ساوي؟ اللي ساويته انا، شوفوا الفرق عشان تعرفوا شو عم يصير. شايفين الفرق كيف صار؟ احلى شوي، ارتب ليرة وكتير غامق. هاد نرجعوا سي 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 سي، شايفين؟ لو قمتن لهدول، خلينا نرجع نقيمه، شوفوا شو بيرجع للشكل، بيرجع الشكل بشع. بس نرجع نحطه، هي شغلته انه البوردر كولابس، يعني والبوردر سبيسنج، يعني قديش المسافة بين كل بوردر وبوردر، يعني بين بوردر هالخلية هي، بين حدود هالخلية وبين حدود هالخلية. انا قلت له المسافة بدي اياها صفر، ما بدي اياها، ما بدي يكون في مسافة. فلاحظوا انه بيرجع عندي الشكل حلو. كمان لاحظوا انه الاسم ملزوقة هيك بالحدود، فبدي يكون في مسافة من تحت، مسافة من الجنب، مسافة من فوق، فهي بنسميها بادينج. إذا المسافة البادئة باللغة العربية بنسميها بادينج بالإنجليزي. فبقلب التي دي بيجي بكتب له بادينج، مو 5000 دي، دي ديتين بس، بادينج 5 بكسل مثلا. إذا بادينج بياخد قيمة رقمية، لازم دائما اكتب بي اكس، بي اكس يعني بيكسل. اذا ما كتب بيكسل بيكس ما حيفهم الرقم، ما حياخده، لازم دائما اكتب بي اكس. شايفين كيف صار هيك احلى شوي الجدول؟ كبر. طبعا فيني كبر المسافة قد ما بدك حسب التصميم اللي انت حاطه ببالك، فبيطلع عنا هالشكل هذا. بس طبعا كتير كبير صار، خلينا نعطيه مثلا 8 بكسل. هذا الدرس بجوز يكون طويل شوي، لكن اللي بده يخلقه مثلا ممكن يوقف الدرس ويرجع له بعد فترة، لكن مشان نمشي بسرعة بالموضوع. طيب، هلا صار عندنا هذا الجدول. الانبوت هذا ما مو حلو موديله، بدي اياه يكبر ويكون، شايفين كيف حدوده زرقاء. ف تعوا مثلا هذا الانبوت نعطيه شيء اسمه كلاس. شو هذا الكلاس؟ انا بشوف تكست بوكس. قال انت وقت بدك تتعامل مع وسم بال HTML، يا بتتعامل معه لحتى تستخدم تظبط له تعليمات بال CSS قصدي، يا بتحط له ID، يا بتحط له كلاس. شو الفرق بيناتهم؟ هلا بنحكي. امتى بستخدم الاي دي؟ امتى بستخدم الكلاس؟ فيني احط اي دي؟ ايه فيني احط اي دي واتعامل معه على اساس اي دي، بس الافضل اني احط كلاس هون. هلا رح نشوف ليش. الكلاس كيف بتعامل معه؟ قال بحط نقطة بعدين بحط اسم الكلاس اللي انا سميته. هذا الاسم اختياري، على كيفي عم بختاره انا. تكست بوكس على كيفي، يعني فيني اسميه مثلا خلدون او خوخة مثلا، فيني اسميه شو ما بدي، بس طبعا حط اسماء منطقية مشان انا افهم على حالي، او اذا حدا استعمل مشروع من بعدي يفهم علي هذا الكلاس شو. تكست بوكس، شوفوا شو حنعمل له. اول شيء حنعمل له بادينج. كلمة بادينج يعني مسافة من فوق، من تحت، من اليمين، من اليسار. بادينج مثلا 5 بكسل،
أعطيه height. height يعني ارتفاع، مثلا 25 بكسل. أعطيه width مثلا 200 بكسل، تمام. ونعطيه color مثلا سي سي سي. شايفين كيف كبر؟ شايفين الفرق بين هذا وبين هذا؟ خلونا نكبره أكثر من هيك. نعطيه مثلا هون 3 وهون 300 بكسل مشان يطلع أحلى شوي. إذا لاحظوا كيف كبر وصار أحلى، صار في، شايفين حتى لون الخط تحكمت فيه جواني، تمام؟ طيب أنا هذا الشيء اللي سويته بهذا الانبوت لازم اسويها، ما حلو هذا المنظر، لازم كلهم يكونوا نفس التنسيق، ما نفس الستايل يعني. فبكل، شوفوا الحضارة، اجي بس اعمل هيك، بحط لكل انبوت بدي اياه يطبق عليه الشغلات اللي سويتها على اول واحد، بحط له نفس الكلاس، كلاس تكست بوكس تكست بوكس تكست بوكس. بعمل ريفرش، شوفوا كلياتهم صاروا هيك. ايه معناتها شو؟ شو استفدت؟ استفدت انا بالسي اس اس انه انا وقت بعمل شغله على انبوت فيني اعملها على اي انبوت، ما في داعي اكتب التعليمات 4 مرات او 5 مرات او 6 مرات، خلص بكتبها مره واحده بس بذكر اسم الكلاس. طيب اذا سميت اي دي بيمشي الحال؟ تعالوا نشوف. انا بس عم اورجيك مشان صدقني، بعرف انه في عالم ما بتصدقني. ايه مشي الحال. طيب ليش سميت كلاس؟ قال يا اخي في شيء اسمه معايير، تمام. المعايير بتقلك انه ما بيصير يكون في وسمين انه نفس الاي دي. اذا بدك عدة وسوم تطبق لها نفس الستايل، اخي اعطيها كلاس وريح راسك. اما انه يكون في عندك وسمين، ما هو اسمه اي دي. شو يعني كلمة اي دي؟ يعني ما بيصير في شخصين بالدنيا لهم نفس الاي دي، نفس الهوية، لا، كل شخص له هوية مختلفة عن الاخر. طيب مشي الحال. ايه مشي الحال، بس المعايير بتقلك لا اخي الافضل ما تساويها. ايه شو اذا ساويتها شو بصير؟ ما بصير شيء، بيطبق الشيء اللي بدك اياه، بس الافضل ما تساويها، لذلك لا تساويها، خلاص بنضل على الكلاس. اذا انا وقت بعرف انه بيكون اذا كان عندي كذا element لهم نفس الستايل، بعطيهم نفس اسم الكلاس، تمام. طيب بالنسبة لهذا الزر هنعطيه كلاس مثلا btn. انا في عندي دائما نوع من انواع الازرار. اذا شوفوا كيف مثلا انا بساوي شغلة باحد المواقع برجع بساويها بنفس الموقع. هنشوف بس التطبيق، شايفين كيف طلع الزر؟ جميل نوعا ما. شو ساويت؟ انا اعطيت كلاس اسمه بي تي ان. اذا الاسم انا اخترته على كيفي بي تي ان، حطيت نقطة بي تي ان، البادنج 10 بكسل، بوردر ما بدي بوردر. طيب اذا قمت لهي شو بصير؟ شوفوا شو بصير، بيطلع لي بوردر بشع، شايفين؟ فحقول له بوردر نن، ما بدي بوردر. الكلر يعني الكتابة، كلمة كلر يعني الكتابة، الكتابة لون الكتابة، هي نسيت لكم اياها هون، هي لون الكتابة اف اف اف. شو اف اف اف؟ يعني ابيض، تمام. الباك جراوند بدي اياه يكون لونه ازرق. من وين باخذ الالوان؟ من البي اتش بي. كرسر بوينتر، شو هي؟ قال هي بدي اياه وقت يقرب على الزر يطلع له هذا الفينجر، هذا الاصبع، تمام. فاذا ما كنت عاملها انا، هلا يفترض هي، شايفين قربت، بتضل ماوس بدي اياه ينتبه انه هذا شو، انه هذا زر، فوقت قرب عليه شوفوا صار بوينتر، تمام. فبقول له الكيرسر مقصود فيها الماوس، هي عبارة عن بوينتر، انه مثل مؤشر، بس ما بيهمنا الترجمة، احنا بيهمنا انه هي شغلتها. هيك بيكون انتهى درسنا لهذا اليوم. تعلمنا هلأ كيف بعض تعليمات السي اس اس. صراحة السي اس اس شغلة كتير سهلة، ما حنخصص دروس سي اس اس، كل ما حنحتاج تعليمة حنحكي عنها. انا عن حالي ماني حافظ تعليمات سي اس اس،
مثل ما كنتم عارفين بعمل دائما نسخ لصق، بس وقت بعرف انه وقت بدي شغله بلاقيها موجوده. شايفين هي كلها تعليمات سي اس اس، كلها كاتبها بايدي. وقت بدي اياها بدور عليها او بنقلها من غير مواقع. لذلك نحن بالدروس القادمه كل ما حنحتاج شغله جديده سي اس اس جديد حنحكيها بتعليمين. اللي بيحب على كلين يشوف تعليمات سي اس اس بيقدر يفوت على موقع اسمه W3 Schools، موقع مرتب جدا، بيقدر يشوف كل تعليمات السي اس اس وكل تعليمه شو شغلتها. لكن انا بنصحكم ما تساووا هالشي، بس بنحتاج الشي يعني حتضيع وقت على الفاضي، لانه في تعليمات بحياتك ما حتستخدمها، حتقعد لبين ما تفهمها ومدري شو تطبقها، بجوز بحياتك ما تستخدمها. هيك بيكون انتهى درسنا هذا اليوم. الدرس القادم ان شاء الله حناخد حنبلش بالبي اتش بي، اللي هي بصراحة هي لب الموضوع، يعني اللحم هو البي اتش بي، هذا كله عبارة عن بهارات. لا لا، الى اللقاء.